السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، شوفوا للنهاية. اليوم جايب لكم شغلة راح نفتحها سوا. هذا الطباخ سعره بأمازون 84 دولار، وسعره بولمارت تقريبا بحدود 55 دولار. المفاجأة انه بولمارت عندهم ديسكاونت عليه، فحصلته ب 15 دولار. ليه هسه العرض موجود، اللي يحب خلي شيكه، خلي افتحه قدامكم ونشوفه انه فعاليته شنية. ابقوا وياي للنهاية، خلي نكمل، خلي انصب القعدة مالتي. واليوم رحلة صيد موفقة ان شاء الله. يلا خلينا نصب شغلاتنا. اوكي، هسه رتبنا القعدة مالته، خلي نفتحها ونشوف شنو رايته. Room for one more? Yeah, sure. Thank you. You're welcome. هاي الجهة اللي نفتح بيها عنا. اوكي، خلينا نخليها هنا، بس ما نحتاجها، هاي همينا ما نحتاجها حاليا. طبعا حلو بيه، وزنه خفيف. اي واضح، بس المفروض قاعد تصل شوي حتى اوكي. هذه نشيلها هنا. شو الحلو بي انه هذا تجي ويا هذه، حتى شنو تصير مصد من الهواء. اوكي، شيل الكرتون هنا، التعليمات مالته خليهم جوا بعد ما نحتاجهم هسه، بعدين نصفقهم. شوفكم الشكل مالته، شوف هذا وضعيته هسه هيجي. اوكي، خلينا نكمل الربط مالته. زين، هاي خلينا نشوف شلون نشدها. يعني هذه المفروض انه هنا تنشد، هاي جهة تنشد بالدبة مال الغاز. هلا اشوفكم اياها وينها تنشد، بهذه. هاي الجهة راح تنشد بالطباخ المفروض، فخلينا نشد ونشوف. المفروض تجي هيجي. اوكي، هذه انشدت تمام. المفروض هسه دمي طافيات طافيات. وين الجدها مالتنا؟ انت نتاكد كل شيء تمام. اوكي، هسه هذه طبعا هاي كلها اذا اسويها اول مرة صراحة يعني، فاحنا اذا نكتشف. هاي المفروض تجي هيجي زين. خلنا افترض لها من الجلة ما خاطر منها.
المفروض قاعد عادي. خلني اشوفها والله. هاي كلش واضح. زين. بس نجرب نفتحها. المفروض كل شيء تمام. نجرب نشغله. مخرها بس خلي بس واحدة. يلا شباب نريد نشوف النار تشتغل. بسم الله. اي اشتغلت هسه المفروض كل شيء تمام. هذا طير النار. هاي هنا تبقى واضحة. كل شيء عندنا صار تمام. شفتوا الطريقة؟ الطريقة سهلة. شدينا هذا شدينا هذا بس هاي كل شيء تمام. بس شو نسوي احنا؟ نسوي شاي مالتنا. تمام. يلا نقول بسم الله. هي المشكلة النار من بينه. يعني حاولت أني أخليها تبين بس ما أقدر صراحة. المهم هسه يبين عندنا احنا. هاي لا تشوفون النار المفروض مبينه صراحة. 15 دولار كلش عين الله. نقدر نسوي بها اي شيء. نطبخ بها نسوي بها. المهم خلينا نعوف الشاي اخضر واحنا نحضر السنارات مالتنا. يلا حطوا وياي هنا. طبعا بسرعة مع الماء. خلينا نخلي الشاي مالتنا. خلصنا منها. حاول ان نصيح النار شوية. I know how to catch fish. No, you caught two already. I took a picture of the first one. Papa, I love fishing. نطلع هاي المكسرة حتى نفتح بيها الغراب. نحن يا شباب انتوا راكبوا لي الشاي. اوكي
issue, isn't it? My bait! Have I fixed my bait? You almost caught that one. That was my fault. Papa, I see bubbles. That's what you want. I'm not so bad, yes, yeah. But you want to push that. You want me to push that. Another one? Oh, you got another one. I'm not backing now. That way. هسا نعوفه يقدر على راحته. وخرنا الماي مال ادرى من احتاجه. بعد شوي يصير الشاي. انتظر شوي يقدر اكثر. بعد ما نحتاجها نرجعها هنا. My bait. Here, stand over here. Where are you with? Oh, I see you. Here you go. Trying to figure out how to catch. Step back. That's good. You don't have to push this button. I know. Oh, but it's that's done. بس نخلي الطعم مالتنا ونشمر السنارة ونشوف وراها نصب الشاي. طبعا هواي ناس جايين يصيدون، يعني سوري عبالي ماكو احد اني، بس يلا ونسى بالله ما احلى مكانكم خالي. هاي يا
Yeah, fine, can work too, sure. What's in the cat? You got this. اوكي شوف خلينا نشوف انتم وين متجهين هسه. نطلع لكم البحيره حتى احنا ناخذ هذا وين صعد لي فوق بعد. ها تمام نشوف السناره مالتنا حتى هاي صار السمكة صغيرة ونحن نتعب وياها. هسه احنا شو مالنا؟ ما نريد صغيرة، احنا نريد كبيرة. هسه شو نسوي احنا؟ نصب الشاي مالتنا. اوكي. شوف الشاي شلونه. شوفه شلون شلون شوفه. مال اول. شو تريدون بعد؟ شاي. طباخ جديد فتحناه 15 دولار بلاش. Sorry, cut number 6. بس احنا هذه بعد ما نحتاجها راح نفتحها نشيلها حتى شوي نخفف الهوسه. زين ونرتب القعده مالتنا. شي تمام خلصنا من جنب الغاز نشيلها نرجعها مكانها. زين نبوق الشاي. صادت السنارة يا ولد. ما لحقنا نلزمها يا شباب. هزمت. نجرب مارسيلا. يلا. يلا كاميرا ثانية. طبعا ما شاء الله شمس كلش حارة.
شوف 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 العت مالتها، شوف شوف تشوفون شوف. بس شنو هالمرة انتظر هالجول، يلا نشوف. شكلها جرت والله. بس الشايب شدة. ما جرتها راحت. اوكي يمكن الشوط مالتي كبير والسمكه هنا صغار. بس انا اذا ادور على الكربايه زينه. الصباح لو عاده تلزم احسن. نشوف ما انتبهت عليها. طبعا هي شنو هسه طلع مال مدارس، فشوفون الناس كلهم ملتمين هنا او الاطفال الجهال يعني. الوقت دا يمشي. المهم شو رايكم، ما حد قال لي شو رايكم بالطباخ، شايف خرافي يعني. احنا عندنا فادي مانيسوتا يسوي قهوه، انا احب الشاي. سوري فادي، بس يعني الشاي يغلب القهوه. هو مكانك خالي يا اخويا، اذا انت واذا احمد كل الشباب الطيبه مكانهم خالي. فتحه مالته كلش سهله، بس فتحنا هذا في القوري خليه على صفحة. ثاني سلحة من هنا ومن هنا، هذا خليه هنا في المخن. انتهى الموضوع. هذا افتحها عليه بطريقة شوف شلون صار. شدة كلش سهلة صارت. شو رأيكم؟ أو مرتاح. شيء أخلي على الصفحة. ما نضايق الناس. ناخذ مكانهم. نخليها.
هسه نركز بس على الصيد بعد احنا ما عندنا خلاص ما شاء الله كليته. اوكي المرة رأسا يجني المرة شوف المرة طاغت هنا ما شاء الله سمك ياكل ياكل ما تلاحق عليه. لحظة جاهزين يا شباب جاهزين عافية يعني عليكم دائما جاهزين لأن الفيديو يصير على غفلة. شوف الجارة شوف 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 هاي شنو هذا هنا أنا سمك صغار فالسمك صغار مو بسهولة ينهزم يعني شو مالتي كبير ما سمكة كبيرة فالسمك الأدرف وما يلزم شيء يبقى ينتل بيها ياكلكم ما مدى تجي سمكه كبيره تاكلها مدى تلحق هاي شوف هاي لعبتها يمكن هاي خذتها بس هنا ما لزمتها هنا يراد يراد شخص صغير بس اشوفكم شلون يطلع يطلع كله ماكول دي وحده شوفوا ما قدر انا ذني اتوقع هنا ذني هذا السمك اللي حلقه صغار فهذا شخص كلش كبير عليه مو بسهولة يلزمه الا اذا تجي وحده كبيره المفروض اكو سمك كبار هنا نجرب ونشوف يكون اغمج حتى يعني اذا اغمج راح تكون السمكه كبيره طبعا جو دولة اللي يلمون شو اسمه الورق مال الشجر على اعتبار خريف
هاي الهوزة اللي إذا سمعوها يعني كل سوري بس ولا لازم يشتغلون ينظفون يعني. ما في مكان، ما في شيء مكان شمرنا به شباب. I caught 11 fish. Good. Good for you. Don't brag. Stop bragging. ننتظر ونشوف. ما شاء الله الجو حلو اليوم، حارة صراحة يعني. شلون دا ياكلون ال ياكلون الإدرة. شوف شلون جربوا الخياط. Yeah. We'll catch it. بعدين لينا كرام بيها. نجرب نضرب يم القصاب، شو تقولون؟ تقول اكو سماش يم القصاب؟ اوف شباب. يلا نجرب ثلاث المحاولة، يقولون آخر شمرة نشمرها شوية من الزرع ونشوف شو يصير. المرة من هنا السمك الظاهر كليته بس صغار، ياخذون الأكل ويروحون. خلونا خلاص همينا من هاي الصوت مال هاي الماكينة. يلا نجرب بس. والله ما شو
سمعنا صوت يلا شكلها كبيرة يلا جريها قتليها صيديها هزميها ماكو شوفوا ما في واحد لازم حبيبي Is there any more corn or no? I need
You want a car, guys? Here you go. Take this. Oh, sure. I don't need it anymore. Thank you. Yeah, you're welcome. No, now I can get blue gun for days. Thank you. Thank you. No problem. يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو. المهم شفنا الطباخ، عجبنا الطباخ، سعره كلش حلو 15 دولار، ونشوفكم بالفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله.